أنا لدي يعني أكثر من علامة استفهام على حكومة الانتخابات. كيف يمكن أن تكون حكومة انتخابات وأنت محتاج أقل شيء 250 مليون دولار؟ يعني الأمور اللوجستية والمفوضية، يعني اليوم أنت يعني من نتكلم، خلينا نتكلم بواقعية. المفوضية المستقلة للانتخابات عندما تبدأ بانتخابات يعني يحتاج لها أولا الأمور اللوجستية والفنية والتدريب والخارج والداخل، هذا كله هل من المعقول في هذه الفترة وفي هذه الأزمات التي أسلفت لك هي الجوائح الكثيرة في العراق؟ أنا أعتقد أن الأمور ليست ذاهبة للانتخابات في وخاصة في هذه الفترة، لأن الأمور عندما تحتاج يجب أن تكون هنالك برلمان حقيقي، يجب أن تفكك المادة 15، لازمنا المادة 15 في البرلمان لحد هذه اللحظة في الدوائر المغلقة وفي التقسيم الجغرافي وفي المناطق المتنازع عليها وفي المناطق المتداخل، هذا كله طلاسم لحد هذه اللحظة لم تفكك. فكيف بنا أن نذهب لانتخابات وأن نؤسس لانتخابات ونحن لحد هذه اللحظة لازلنا نتعثر في هذه الأمور التي وضعت الكثير من العقبات، وخاصة هنا أقصد المادة 15.